هذا الشاب الذي لا يتجاوز عمره 15 عاماً هو نجم بطولة العالم لسباق الطائرات من دون طيار في دبي، فقد فاز مع فريقه القادم من بريطانيا بالجائزة الأولى وقدرها 250 ألف دولار، فوز تحقق بعد تصفيات مثيرة لمئات الفرق في الولايات المتحدة وألمانيا والصين وكوريا الجنوبية واليابان. هذه السباقات تشهد انتشاراً متزايداً في أنحاء العالم، والقائمون عليها يشبهونها بسباقات الفورمولا 1. على عكس سباقات السرعة الأخرى، سباق الدرونز لا يحتاج ميزانية كبيرة، فبوسع أي كان شراء الطائرة والتمرن عليها، ومن يعلم ربما خلال عام واحد سينافس في بطولة عالمية كهذه. على هذه المقاعد يجلس قائد الطائرة واضعا نظارة خاصة تمنحه رؤية وكأنه في قمرة القيادة. المشاركة في سباق الدرونز لا يحدها عمر ولا جنس ولا قدرات بدنية، فجل ما يحتاجه الفرد المهارة. كي تشارك في سباق مماثل عليك أن تكون طيارا ممتازا وسريعا ولديك قدرة هائلة على التركيز كل الوقت. سرعة هذه الطائرات تناهز 100 كيلو متر في الساعة، وتصمم كل منها لتتواءم مع نوع السباق ومدته. كل سباق له معايير ثانية، مثلا هذا السباق يحتاج انديورنس اللي هو القدرة على الطيران لفترة طويلة، أما في سباقات ثانية تحتاج إلى سرعة، فالواحد لازم يحصل البالانس بين الاثنين عشان يجتاز هالبطولة. وتحظى المسابقات التي تشجع على الابتكار بمكانة بارزة في دبي، لا سيما تلك المتعلقة بالدرونز والذكاء الصناعي. وتعد جائزة الإمارات للطائرات من دون طيار لخدمة الإنسان واحدة من أبرز المسابقات العالمية وأهمها على الإطلاق. ومع استضافة دبي بطولة العالم لسباق الطائرات من دون طيار التي تبلغ قيمة جوائزها المليون دولار، يمكن القول إن هذه الرياضة أصبحت على خارطة الرياضات العالمية. محمد عنتر، سكاي نيوز عربية، دبي.